بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. صلوا بنا على النبي، وتعالوا نتعلم درس جديد النهاردة. في الدرس بتاع النهاردة هنتعلم طريقة عمل جدول على الآلة الحاسبة. إزاي نعمل جدول باستخدام الآلة الحاسبة؟ أول حاجة بنضغط على مود، تمام؟ هنختار رقم 7 اللي هو مكتوب تيبل، تيبل يعني جدول، تمام. أنا كتبت إيه؟ 7 اللي هي الإيه؟ تيبل. الهدف من الجدول اللي أنا مثلا بعمل إيه؟ بكتب معادلة وعايز أعوض فيها بأكتر من قيمة، يعني مثلا عايز أكتب مثلا وليكن إكس تربيع وعايز أعوض فيها بأكتر من قيمة، تمام. وليكن هنكتب مثلا المعادلة أول حاجة الإف إكس. هنكتب الإكس إزاي؟ بنكتب الإكس إزاي؟ ألفا والقوس ده أهو مكتوب فوقها اكس باللون الاحمر اهو، تمام. وليكن اكس تربيع كده، احنا كتبنا المعادله، تمام. عشان اعوض فيها بعمل ايه؟ بدوس يساوي. المعادله دي اللي هي الجي اوف اكس دي معادله تانية مش موجوده لا غير في الاله الحاسبه اللي هي ال 570، اما الاف اكس 91 991 مش موجود فيها المعادله التانية، هي معادله واحده بس. فانا مش عايز معادله تانية، انا هدوس ايه؟ يساوي. هنا بقول ستارت، هتبدأ من دين، انت عايز تعوض في القيم من كام لكام، وليكن هنقول له من صفر. اول حاجة ابدأ من الصفر، تمام. وليس يساوي، هنا بقول لي انت من صفر لعينة كام، تمام. وليكن 5، وليس ايه يساوي. ظهر لي ستيب، ستيب يعني الخطوة، انت عايز تزود كام، يعني الصفر كام بعد الصفر هيكون كام، وليكن هتبقى نخليها 1، تبقى 0 1 2 3 4 5. ممكن اعملها 2، ممكن اعملها 3، على حسب المسألة اللي انا شغال عليها. فاروح دايس ايه؟ 1، واروح دايس يساوي. ظهر لي التيبل اهو، تمام. هنا الاكس لما عوضت عن الاكس بصفر، بصفر في الاول ماشي، الناتج بتاع المعدل هو الواي اللي هو الاف اف اكس طلع لي بصفر. لما عوضت عن الاكس بواحد الناتج طلع لي بايه؟ بواحد. لما عوضت عن الاكس ب2 الناتج طلع لي ب4، وهكذا. لما عوضت عن الاكس ب3 الناتج طلع لي بكام؟ ب9، اللي هو الواي او الاف في اكس، تمام. دي بالنسبه لطريقه عمل تيبل. الحاله بقى اللي هي كان فيها جي اوف اكس دي، لو انا عايز اعوض ايه في معادلتين في نفس الوقت، معادلتين في نفس الوقت، ودي مش موجوده لا غير في الحاسبه اللي هي الاف اكس 570، اما المعادله الواحده مش موجوده لا غير فين؟ في الآلة الحاسبة اللي هي الـ FX 991، تمام؟ مش عايز أطول، أتمنى الدرس يكون سهل واضح وبسيط، وإلى اللقاء في دروس أخرى، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.